المخرج الكبير يسري نصر الله، قبل مشوارك الطويل كمخرج كان ليك تجربة كناقد سينمائي. التجربة دي بتأثر على تقييمك دلوقتي للمواهب أو حتى كمان لما بتشوف أي عمل فني؟ هي أثرت بشكل أساسي على تكويني كسينمائي، لأن كل اللي كتبته في حياتي كان محاولة فهم إيه اللي أنا بحبه في السينما، إيه اللي أنا بحبه في الممثلين، وإيه اللي أنا بحبه في الدنيا من خلال السينما ومن خلال الفن. فبلا شك كل الحاجات دي بتدخل في تقييمي للممثلين، إلى أي درجة هم عندهم الجرأة إنهم يطلعوا اللي جواهم ويفتحوا لي الدنيا. شكرا للمخرج الكبير يسري نصر الله. ودلوقتي معادنا مع آخر المواهب في حلقة النهاردة في فئة التمثيل، والمشهد اللي هنشوفه بعنوان بيانولا. المشهد نتاج ورشة الارتجال بالبرنامج ومن بطولة الموهبة سعد سمير. أنا دبت وجزمتي كعبة هداب من كتر التدوير على الأحباب، يا سلام لم لو أعطر في حبيب كنت أرتد من كتر الإعجاب. كده هو كده هو كده هو كده كده هو إيه؟ مفيش ولا ربع جنيه؟ أوكي، شكل الغنوة ما عجبتكوش. أحكي لكم حكاية؟ هحكي لكم حكاية. كان يا مكان حكاية في كل زمان ومكان، بطلتها من الأميرات وبطلها من الشجعان، لفوا بلاد العالم كله صحرا وغابة والله ما خلوا. ها ما عجبكوش؟ ما هي ادمت برضو شوية. طب فزورة؟ فزورة لو عرفتوها هديكوا ربع جنيه، لا هديكوا 75 قرش، لا جنيه، هديكوا اي حاجة. مين ده؟ ما عرفتهوش. ماشي، هو راحت عليه شوية. بيانولا، تشوفوا بيانولا لعبتي. والنبي يا زينات، والنبي يا زينات، تعمليها معايا اشتغل. يلا يا زينات والنبي. اسمها زينات، عم ياقوت سماها كده. عم ياقوت كان فنان، الناس عليه كانت طوابير، احسن واحد يحكي لك حدوته. لسه فاكر كل كلامه، لسه فاكر كل كلامه. ظبط يا واد الناس، خد البرنيطة ولم كل الفكة، اللي ما يدفعش سيبه، ما تدقش. مش هدق، لسه بشوفه في كل مكان، في الشارع، في القهوة، في عناصية والعيال ملفوفة حواليه وبتسقف. عمو ياقوت اهو، عمو ياقوت اهو، مين ينسى ضحكته الطيبة ووشه السمح. ازاي الحال يا عم ياقوت؟ الحمد لله، لسه بقدر اروح المسجد. ازاي الحال يا عم ياقوت؟ الحمد لله، بقدر اخش الحمام. ازاي الحال يا عم ياقوت؟ الحمد لله، عايش. كبر وما عادش فاكر اي حاجه غير البيانولا. اقصد زينات. اخر حاجه قالها لي، خلي بالك من زينات يا واد. اكلتها قطع بيا وما كانش عارف انها تروح عليا وعلى زينات. ايه رايكم في الحدوته؟ ها ايه رايكم؟ ولا خلاص
ما بقتش فرق. أنا بحب شارلي شابلن. الحمد لله. تمام. شارلي شابلن كان بيمثل شخصية المتشرد، بس ما كانش متشرد. في حاجة، أنت ممثل شاطر، خلينا نتفق. بس وبتعرف تحرك جسمك وبتاع، بس لما تختار نص، خد نص يبان فيه الشخصية مش يبان فيه الممثل بس. شكرا. سعد، انت عندك كام سنة؟ 18 سنة. يا ومنين؟ من المنوفية. من المنوفية. تعرف دايما يقولوا ان الممثل من يعني من خصال الممثل الكويس انه بيبقاش ليه سن، يبقى يعمل اي سن. انت هتبقى من الناس دي. شكرا. ممكن تعمل 17 وممكن تعمل 71، زي ما عملت عم ياقوت وعملت الطفل صغير. وانا شفت التنوع بين الاثنين، يعني حبيته، مش بس صدقته، لا حبيته. يعني احب اشوفك في ادوار مختلفه، احب اشوفك في كوميدي، واحب اشوفك في تراجيدي، واحب اشوفك في تراجي كوميدي زي شارلي شابلن. لا انا مبهوره ان انت عندك 18 سنه بس، الحقيقه برافو. انا حبيتك جدا. وانا حبيتك والله العظيم. انت جميل قوي. يعني انت وشك فيه ما شاء الله قبول، وعينيك حلوه ما شاء الله. لا استنى، انت هو شويه. انا مش بعكسه. لا انت حاجه مشاع. انا يعني عندك حاجه، انت بتشاع. انا بشاع؟ اه والله. شكرا والله. كتير انت، كتير. انت مش مشاهد عادي، ومش هتبقى ممثل عادي، انت هتبقى ممثل كبير. شكرا. السلام عليكم.